هذا كلاب داعش يسمونه روحة مجاز مكافحة الإرهاب. حسين هذا النزاع الفارين ابو الاسود اللي يدزوا لي اياه. احمد جزاه على جماعتكم. او هذا الشيشاني ما ادري شنو يسلم روحه. والله ما يقدرون على الفرقه الذهبيه مهما طال الزمن بالدهر. شوف داعش شلون يسلم روحه الفرقه الذهبيه هاي القديمه العصا موصل القديمه العصا عشيرة الاتحاديه والجيش حتى على الامريكان. هذا مو عراق اجنبي هذا. وينك؟